السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم درس جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن الفرق بين الباس كونتينوس والباس سمبل، نشوف الفرق بيناتهم وكيف استخدمهم معا او سويه. الباس كونتينوس والباس سمبل دائما ياتون سويه، لا ياتي الباس كونتينوس اثناء الكتابه او اثناء الحديث لوحدهم، يجب ان يتبعه الباست سمبل. اذا دائما هالزمنين يكونون مع بعض. نستخدم الباس كونتينوس لتاكيد على شيء معين، او اريد انقل فكره للمستمع، او اعطي مزيد من المعلومات. الباست سمبل كما نعلم انه يكون شكل الفعل فيرب 2، الفعل يكون بالتصريف الثاني. كما نعلم ان الفعل يكون له ثلاث اشكال، فيرب 1 يعني الفعل بالتصريف الاول، فيرب 2 التصريف الثاني، فيرب 3 التصريف الثالث. اذا الباست سمبل نستخدم الشكل الثاني للفعل، يعني فيرب 2 اقصد بها الشكل الثاني للفعل. He watched the match yesterday. إذا شاهد المباراة البارحة. الباست سمبل كما نعلم أنه يحدث في الماضي في زمن معين أو نقطة زمنية محددة. He watched the film of the match yesterday. الباست كونتينوس بيكون الفعل مكون من ثلاث أجزاء كما قلنا سابقا. اللي يحب يرجع على الفيديو السابق للباست كونتينوس. Was were verb 1 ing. كما نعلم am is الباس منها، was are الباس منها، were. إذن am is was are were. إذن هذا الجزء الأول من الفعل ونترجمه كما قلنا can أو كان. verb 2 الفعل هو main verb الفعل الرئيسي في الجملة، ing نضيفها للفعل. they were waiting for their parents. إذا كانوا ينتظرون والدهم. لاحظ الفعل were waiting وليس wait لوحدها. لو كان wait معناته هذا present simple، وليس were لوحدها وليس ال ing. إذا الفعل مكون من ثلاث أجزاء، where الفعل wait مضاف له ing. ممكن شخص يسأل وين ال، طيب wait شو هي؟ wait هي المين فيرب، فعل رئيسي يعطينا معنى للجملة. لأنه أصلا نقول they were إنج بدون ويت أو بدون يعني فعل رئيسي بالجملة. إذا ننتبه إنه دائما الفعل بالباست كونتينوس مكون من ثلاث أجزاء. They were waiting for their parents. ترجمها كانوا ينتظرون والدهم. كما قلنا الباست كونتينوس لا يأتي لوحده في الجملة ولا أثناء الكلام، يجب أن يتبعه الباست سمبل الماضي البسيط. إذا الزمنين الباست كونتينوس والباست سمبل يأتون سوية ويأتون معا. ننتبه لهذا الخط الزمني تكون يعني الصورة بشكل أوضح. Now الآن يعني في الوقت الحاضر، future المستقبل، past الماضي. لاحظ الفعل الباست كونتينوس والباست سمبل ليس الآن وليس في الفيوتشر مستقبل، معناته هو حدث، كلاهما حدثا وين؟ في الماضي، معناته احنا عندنا المنطقة الزمنية في الماضي. الباست كونتينوس بيكون فعل مستمر، اذا فعل مستمر، اذا يحتاج بيريد اوف تايم فتره زمنيه، فجاه يقطع حدث اخر، اذا يستخدم الحدث الاخر بالباست سمبل. اذا الحدث اللي كان مستمر نستخدمه بالباست كونتينوس، الحدث اللي قطعه نستخدمه الباست سمبل. اذا اول فكره لازم اعرفها ان الباست سمبل والباست كونتينوس ياتون سويه. النقطه الثانيه زمنين، واحد بيكون كونتينوس مستمر فجاه يقطع حدث. الحدث بما انه مستمر اكيد شيء طبيعي راح يكون باست كونتينوس، يعني استخدم معاه واز وير والفعل بضيف له اي ان جي. الفعل الثاني اللي قطعه بنستخدم الباست سمبل، نستخدم معاه الفيرب 2. I was reading a story when she shouted at him. إذا نشوف على الخط الزمني. I was reading a story. هذا الحدث الأول. كنت أقرأ قصة. إذا الحدث كان مستمر. فعل read أو reading. إذا كان مستمر. When she shouted him. عندما صرخت عليه. شو قطع فعل القراءة؟ هو فعل الصراخ. إذا نستخدم فعل read بالباست كونتينوس، was reading، ملاحظين؟
الفعل اللي قطعه هو shouted. إذا نستخدمه بالباست سمبل. إذا الباست كونتينوس والباست سمبل نستخدم الباست كونتينوس لأعطي مزيد من المعلومات أو لأؤكد على شيء معين. يعني she shouted at him، صرخت عليه. متى؟ يعني أريد أعطي مزيد معلومات. يعني بالدليل I was reading a story، كنت أقرأ قصة. إذا أريد أؤكد على الحدث هذا، إذا أؤكد عليه أو أعطي مزيد من المعلومات. أيضا ممكن مثال آخر، they were swimming when they saw the sharks. إذا كانوا يسبحون عندما رأوا أسماك القرش. إذا فعل السباحة مستمر، معناته نستخدمه were swimming، نستخدمه بالباست كونتينوس. اللي قطع فعل السباحة هو رؤية أسماك القرش. إذا saw هي الباست سمبل، يعني أصل جملة they saw the shark، شاهدوا أسماك القرش. أريد أعطيك معلومات أو أكدل لك على الحدث هذا، they were swimming، كانوا يسبحون. إذا حتى حنسأل متى كانوا يعملون الشيء الفلاني؟ عندما فعلوا أو كانوا يفعلون فعل ما أو حدث ما. نسأل when did they see the shark، متى شاهدوا أسماك القرش؟ when they were swimming، عندما كانوا يسبحون. the past continuous، الماضي المستمر، describes يصف، the background خلفية لحدث معين، setting the scene إذن إعداد مشهد معين، and و the past simple الماضي البسيط reports an event إذن ينقل حدث معين. يعني كيف الكلام هذا إنه يصف خلفية حدث؟ يعني كان عندنا مشهد معين عندما حدث الفعل الفلاني. مثلا we were talking quietly at the bus station when a fight broke out. لاحظ ممكن شخص يسأل when did the fight break out، يعني متى نشب القتال أو الشجار. إذن أعداد المشهد شو هو؟ أريد أنا أوصل أو أؤكد على الفعل أو أعطي مزيد من المعلومات، إذن أستخدم الباست كونتينوس. we were talking quietly at the bus station، يعني كنا نتكلم بهدوء في محطة الباص. هاي باك جراوند، إذا خلفية الحدث هو الحديث بهدوء كان مستمر. شو اللي قطعه؟ هو الفايت، إذا القتال أو الشجار. إذا الشجار نستخدمه بالباس سمبل. إذا فعل الحديث كان مستمر هو باك جراوند، إعداد مشهد معين للقتال أو الشجار. إذا the past continuous describes the background setting the scene and the past simple reports an event. ممكن شخص يحب يتعلمها باللغة الإنجليزية يكتب هذه الاستعمال بالنسبة للباست كونتينوس والباست سمبل سويتها. we were talking quietly at the bus station when a fight broke out. مزيد من الأمثلة more examples. when he entered the room everyone was singing. عندما دخلوا الغرفة كل شخص كان يغني. بشكل مبسط الحدث الأول اللي كان مستمر everyone was singing، كل حد كان يغني، هذا مستمر. شو اللي قطعه؟ when he entered the room، عندما دخل الغرفة. عند دخول الغرفة قطع فعل الغناء، معناته اللي كان مستمر هو was singing، اللي قطع entered، واحد past continuous والثاني past simple. while she was having breakfast they opened the door، بينما كانت تتناول الفطور فتحوا الباب. إذن أيضا فعل تناول الفطور كان مستمر was having، اللي قطعه فتح الباب when they opened the door. إذا الفعل الأول was having past continuous، الفعل اللي قطعه إذا opened فتحوا. حتى حنستخدمه عندما كنا نعمل الشيء الفلاني حدث فعل آخر وهكذا نفس الكلام. أيضا ننتبه أنه have بمعنى eat، يعني ممكن نستخدم was eating، was having، was eating. إذا have تاء
تأتي بمعنى يملك own to own something تملك شيء ما. أيضا have تأتي بمعنى eat يأكل وhave تأتي بمعنى drink على حسب مكان الجملة. هنا breakfast لا نقول تملك الفطور بمعنى تتناول الفطور. ننتبه لهذه الملاحظة. الباست كونتينوس والباست سمبل مثلا في عندنا نقطتين زمنيات I started my work بدأت عملي مثلا في الساعة 8 o'clock في الساعة الثامنة. أنهيت عملي finished my work في الساعة الثانية ظهرا 2 o'clock. إذا هذا past simple past simple ماضي بسيط ماضي بسيط لأنه الماضي البسيط نستخدمه في نقطة زمنية معينة أو محددة بين الساعة 8 والساعة 2 هذا زمن مستمر. I was working كنت أعمل. يعني فكرة مبسطة عن الباست كونتينوس والباست سمبل. إذا بداية الحدث started بالماضي البسيط باست سمبل، نهاية الحدث finished أيضا باست سمبل، بيناتهم نستخدم was working. كما تكلمنا while بينما when عندما تستخدم الباست كونتينوس والباست سمبل. ملاحظة إذا جاءت while في بداية الجملة نفصل الجملة الثانية اللي هي الباست سمبل ب كما فاصلة. لاحظين while كما. بينما إذا جاءت while نفس الجملة في منتصف الكلام أو منتصف الجملة لاحظ بدون فاصلة. إذا جاءت من الأول نضع فاصلة تفصل الجملة الجملتين عن بعض. إذا جاءت في منتصف الجملة لا نحتاج إلى فاصلة. While they were listening to music بينما كانوا يسمعون إلى موسيقى the boy cried بكى الولد. The boy cried while they were listening to music بكى الولد بينما كانوا يسمعون للموسيقى. ننتبه مثلا شخص بيتكلم while they were listening to music بينما كانوا يسمعون الموسيقى. طيب اوكي بعدين اذا لاحظ الباست كونتينوس تأتي لوحده اثناء الكلام كما قلنا والحديث او الكتابة لا يأتي سوية. اوكي while they were listening to music بينما كانوا يسمعون الموسيقى طيب شو صار؟ The boy cried. اذا اعطيت مزيد من المعلومات او اكدت على بكاء الطفل The boy cried. بهذا الشكل تكلمنا عن الفرق بين past continuous والpast simple. أخذنا مجموعة من الأمثلة وشرحنا كيف استخدم هذا الزمن وتكلمنا أن الpast continuous لا يأتي بمفرده أثناء الكلام أو الحديث مرارا. عدة الملاحظة هذه إذا يأتي لتأكيد حدوث فعل معين أو لإعطاء مزيد من المعلومات. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.